وللحديث أكثر عن قرار تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الزراعة في أبو ظبي، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف من أبو ظبي السيدة عهود عبد الله العلي، مدير قسم الرقابة الزراعية بهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. نرحب بك معنا أستاذة عهود. ما الذي يهدف إليه قرار لائحة الجزاءات الإدارية في حق المنشآت الزراعية والغذائية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. على الاستضافة حلقة اليوم من علوم الدار. الهدف من القرار هو ضمان التزام جميع المنشآت بالاشتراطات اللازمة لاستدامة قطاع الزراعة والمحافظة على سلامة الأغذية المتداولة وصحة وسلامة المستهلكين في إمارة أبو ظبي. هو كيف سيسهم القرار في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي؟ يأتي قرار سموه تتويجا لجهود الهيئة في تطبيق مبادئ ومعايير حوكمة إجراءات العمل وضمان التطبيق الصحيح للإجراءات والجزاءات المتخذة بحق المخالفين، مما يعزز آليات إنفاذ التشريعات الخاصة بمهام واختصاصات الهيئة الواردة في قانون إنشائها، ويحقق أعلى معدلات الامتثال لتنفيذها. كما يسهم القرار في تحقيق الاستدامة الزراعية وتعزيز تطبيق منظومة الأمن الحيوي وفق أفضل الممارسات العالمية والحد من الممارسات غير السليمة في المزارع والعزب والمنشآت الغذائية والبيطرية. أستاذ عهود، يعني لو تحدثينا عن الآلية، كيف سوف تتم هذه الآلية وأنواع الجزاءات الإدارية؟ الجزاءات الإدارية في القرار هي سبع أنواع من الجزاءات، تتمثل في لفت النظر ويكون للمخالفات ذات الخطورة المتدنية أو المتوسطة على الصحة العامة وسلامة الغذاء أو الأمن الحيوي أو الاستدامة الزراعية، في حال كانت المنشأة لديها سجل تفتيش يشير إلى امتثال عالي للتشريعات ذات العلاقة. كذلك يتم تطبيق جزاء الإنذار في حال رصد المخالفات ذات الخطورة المتدنية أو المتوسطة مع وجود سجل تفتيش يشير إلى مستوى منخفض أو متوسط من الامتثال للتشريعات ذات العلاقة في المنشأة، بالإضافة إلى جزاء وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني في حال عدم قدرة المنشأة على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تشكل ضرر على السلامة الغذائية والأمن الحيوي والغذائي أو الاستدامة الزراعية، أو في حال ثبوت أن تطبيق جزاء إغلاق المنشأة أو تعليق نشاطها يشكل ضررا على صحة وسلامة الحيوانات والنباتات المنتجة للغذاء. عندنا أما في حالة رفض مخالفة ذات مستوى عالي من الخطورة وتشكل خطر جسيم أو وشيك الحدوث على الصحة العامة، يتم تطبيق جزاء تعليق نشاط المنشأة مؤقتا، كما يحق للهيئة وقف أي خدمات أو برامج تقدمها للمنشأة بشكل مؤقت أو نهائي كجزاء في حال مخالفة الشروط والضوابط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة وعدم الاستجابة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، وطبعا بعد التدرج في الجزاءات السابقة الذكر. كما يندرج جزاء إلغاء أو وقف الترخيص للمنشأة في حال عدم قدرتها على إدارة عمليات الإنتاج والتداول بطريقة لا تشكل ضرر على السلامة الغذائية أو الأمن الحيوي أو الغذائي أو الاستدامة على الزراعة خلال سنة من تاريخ مزاولة المنشأة لنشاطها، وبعد توقيع جزاء وضع المنشأة تحت الإشراف أو جزاء وقف التراخي. أخيرا يطبق جزاء إغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا في حال تحرير أكثر من مخالفة. في حال تحرير أكثر من مخالفة، اسمحي لي لو باختصار أستاذ عهود، كيف سوف يتم الإبلاغ عن المخالفات؟ هل هناك لجان تفتيش أم هل يمكن للمواطن العادي أن يبلغ في حال مشاهدته المخالفات؟ نعم، يمكن للمواطن أن يبلغ في حال مشاهدة المخالفة، بالإضافة إلى دور الهيئة في التفتيش على المنشآت والمزارع والعزب. نعم، إذن كنت معنا الأستاذة عهود عبد الله العلي، مدير قسم الرقابة الزراعية بهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية. شكرا جزيلا لك. شكرا.